اليوم تجربتنا مميزة، تجربة لونية بالموسيقى، والموسيقى عالم جميل الحقيقة. تجربة جميلة، شكرا لكم، وإحساس جميل الحقيقة. كنت رافض أنك ترسم في البداية، ولكن ما أدري كيف أقنعك. وأنا كمان كنت رافض أنه، لا أنت ما ترافض، أنت أنا كنت الفكرة مش عارف شو بدي أطلع من جواتي، مي راضية تطلع الفكرة بس طلعت. طب مشكور، مشكور سيد عبد العظيم عن جد. يعني أنا الفترة اللي فات مر فيها شادي، وهي فترة كانت مشتركة على الجميع، بس أنا كنت بتألم عن بعد، فلما هيك شفت خطوطه بهي اللوحة، هو طبعاً الإيفنت كله كان رائع، لأنه أنا مبسوط إنه مع أولاد أصدقائي اللي إحنا كنا مع بعض من أكثر من 20 سنة، من أكثر من 20 سنة، من التسعينات. فالآن نسميكم الشلة، إحنا حسابة شلة أصلاً شلة. فكان كثير حلو، انا بشوف العيال كبرت والمنتج جديد، وهذا الفعاليات اللي كنا نعملها زمان واحنا صغار، فالان مع اولادنا، يعني هذا الشعور كان جميل، كان رائع جميل جدا. فنرجع اللوحه هاي لانه لها حكايه يعني حقيقيه، وبنعيشها وعشناها، والحياه مستمره ان شاء الله. ان شاء الله ما راح تعيشها انت كمان. هي جزء بالضبط. لا، الجانب الإيجابي، أنا بحكي على الجانب الإيجابي. هذه لوحة مشتركة بيني وبين عمر الجميل، مأمون حبيبي، يسعد لي أوقاتك. الله يخليك. أنا سعيد جدا اليوم وأنا أشوفك، يعني أولا تظهر ألوان البهجة والسرور على هذا العمل المشترك بينك وبين قيس. بين قيس كان راسم قيس شقق سوداء، خطوط سوداء وبيوت زرقاء، فأنا حبيت أضيف إشي إنه ألوان حياتنا لازم يكون فيها إثارة، فيها ألوان، فيها بهجة، فأضفت ألوان. وكمان حتى المخيمات بدل ما هي باللون الأسود، نحن في الأردن في عنا كثير من الضيوف العرب اللي اضطروا يلجأوا لنا، حتى المخيمات تم تزيينها كمان لإضافة نوع من الحياة والسرور لما الإنسان ينظر لا هيك إشي. حبيبي هاي قيس اللي كان راسم من قيس. بدأت ببداية أشبه ما تكون فن حديث، وهي عبارة عن مباني عمارة، أيوة، خطوط، والخطوط زجاجية بين الألمنيوم وبين الزجاج. وش كانت البداية، فكرتك البداية؟ كان فكرة هي مجموعة من الغرف تشكل بناية كبيرة، يعني هي بتكون زي الميز أو زي المتاهة، بس من أنت لما تطلع عليها من مثلا من وراء، هي بتكون بين يعني كل إشي راكب على بعضه، فبيبين حقيقة إشي كثير حلو بالنسبة لي. بعد ما انتهيت، إحنا كانت الفكرة حقنا بعد 20 دقيقة كل واحد بنبدل، يبدل ويشترك في عمل آخر. تحس إن الآن مأمور غير فكرة ولا أعطاها جمال كما أنت تتمنى؟ هسا أكيد هو بالمبدأ هنا ممكن شوية يعني بعد عن الفكرة تبعتي اللي كانت بالأول، بس أعطاها كثير يعني لون وحياة، لأنه أنا كان مليئة بالأسود والأزرق كل أبيض، فقط هو زاد شوية ألوان. يعني تقول لمامون شكرا ولا؟ شكرا مامون. حبيبتي كيف شفتي تجربة اليوم؟ تجربة اليوم حلوة؟ كثير حلوة، حبيتيها؟ عمر حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. كيف شفت لوحتي وياك أنا؟ حلوة، طلعت حلوة اللوحة؟ حبيبي عماد يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. لوحتك الأولية أي واحدة؟ هنا. أوكي، والآن يشترك إياك عمر ولا مين؟ اثنينهم، وانت بتكمل لوحة مأمون. اخترت شي صغيرة هون وبكمل لوحة مأمون.
حلو، كيف تشوف التجربة؟ بشكرك جزيل الشكر على هالإبداع تبعك أنت، إنك خليتنا نشترك في لوحات الآخرين، فهي مبادرة جميلة كانت وتتعلم منها شغلات كثير. إحنا في رحلتنا ما جلسنا مع بعض، فكانت هذه أجمل جلسة نجلسها مع بعض إن شاء الله الأيام الجاية بإذن الله تعالى. شكرا لكم. وهذه لوحة مراد. لوحة مراد، مراد مشغولة شوية لكن بالفعل كان عمل جميل وكان أنجزه بشكل جميل. يقول هذا الطائر كالنورس أتى من وسط السماء ليحلق على هذا البيت.